واحد بيقول لماذا اخذ الرب، لماذا اخذ بخنوخ الى السماء وهو به الخطية الجدية؟ ما هو عشان كده اخنوخ هينزل في اخر الزمان ويموت، ثم تدركه القيامة او الاختطاف ويرجع للسماء مرة اخرى، لكن هيموت هيموت. سؤال: هل ايليا قد جاء في شخصية يوحنا المعمدان؟ لا طبعا، لان يوحنا المعمدان سألوه قالوا له ايليا انت؟ قال لهم لا. ودي مسألة التناسخ اللي لا تؤمن بها المسيحية، بيسموها ري انكارنيشن، يعني عودة التجسد. ودي حكاية جت من بلاد الشرق وذهبت الى بلاد اليهودية، لكن لا نؤمن بها. كمان ايليا ظهر على جبل التجلي، فمش هو يوحنا المعمدان.